بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا إنك أنت الجواد الكريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين، وصل على سيدنا محمد في الآخرين، وصل على سيدنا محمد في كل وقت وحين، وصل على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. أما بعد، حياكم الله، مرحبا بكم في هذا اللقاء الذي نتدارس فيه سويا سورة هود عليه السلام. هذه السورة التي قلنا إنها في الموضوع تكمل سورة يونس. فسورة يونس كان محورها وكان موضوعها الرئيسي هو التأكيد على أن الإيمان بالله سبحانه وتعالى فيه النجاة، والإيمان بالله سبحانه وتعالى هو الأصل الأول من أصول الاعتقاد. جاءت سورة هود لتتحدث عن الأصل الثاني من أصول الاعتقاد، وهو الإيمان بالمرسلين أو الإيمان بالرسل، ولتؤكد على وجوب الإيمان بالرسل وأن الإيمان بالرسل واجب، ثم لتبين مصير مكذبي الرسل عليهم السلام. كنا وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: ولئن أخرنا عنهم العذاب، ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه. قلنا إن هذه السورة اهتمت ببيان مصير المكذبين، وإن مصير المكذبين هؤلاء قد يكون في الدنيا وقد يكون في الآخرة، وإن الله سبحانه وتعالى إذا أراد أن يعذب أو أن يأخذ هؤلاء المكذبين في الدنيا فإنه لا يمنعه عن ذلك مانع سبحانه وتعالى، وقد وقع ذلك مع بعض الأمم السابقة. ومن ثم هذه الآيات بتأتي لتحذر الكفار الذين كانوا معاصرين لرسول الله صلى الله عليه وسلم من سلوك سبيل هؤلاء الذين كذبوا المرسلين السابقين، حتى لا تأخذهم عقوبة الله سبحانه وتعالى، أو حتى لا يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بعقوبة الدنيا ثم بعد ذلك عقوبة الآخرة. هؤلاء الذين كذبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ووصفوا ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه سحر، ولئن قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت ليقولن الذين كفروا، ولئن قلت الخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء الناس تحكمت فيهم العادة، لا يستطيعون الخروج من أسر العادات، فيجعلون عاداتهم وما اعتادوا عليه وما عاشوه في هذه الدنيا هو الحكم وهو المعيار الذي يرجعون إليه سائر الأفكار وسائر التصورات وسائر العقائد. فهم لم يروا قبل ذلك إنسانا يعود من الموت، وبالتالي إذا رأوا ذلك أو إذا قيل لهم إن هذا سيحصل مباشرة وصفوه بأنه سحر. وأي إنسان عاقل إذا قيل له ذلك فإنه بداية يأخذ مساحة من الوقت ليفكر وينظر، ثم بعد ذلك يقيس الأمر بعقله هل هو ممكن عقلا أو مستحيل عقلا، ولا يجعل عادته هي المتحكم، لأنه الإنسان يعني علم شيئا وغابت عنه أشياء، وعدم العلم ليس علما بالعدم. دي كلها يعني إيه قوانين بديهية موجودة في عقول العقلاء. لكن هؤلاء لشدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مباشرة عاجلوا هذا الخطاب من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبمجرد أن أخبرهم أن هناك بعث بعد الموت مباشرة وصفوا هذا القول بأنه إن وقع فسيكون من قبيل السحر، أو وصفوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه يقول كلاما يشبه السحر. ففي الحالتين هم يكذبون رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم هؤلاء المكذبين إما أن يعاجلهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة أو أن يؤخر عنهم هذه العقوبة،
فإن عاجلهم بالعقوبة ويعني صدق فيهم الوعد الإلهي وأجر الله سبحانه وتعالى عليهم ما أجراه على الأمم من قبلهم، لا انقطعت ذرياتهم ولا دخلوا النار مباشرة، والله سبحانه وتعالى يستطيع أن يفعل ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى تغلب معهم جانب الرحمة، جانب الرحمة التي عادة ما تقابل بالكفر. لذلك الآية التالية مباشرة: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة. الله سبحانه وتعالى غلب مع هؤلاء جانب الرحمة فأخر عنهم العذاب، فأخر عنهم ماذا؟ العذاب. يقول: ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة. أمة معدودة يعني إلى عدد من الأيام أو الساعات أو السنين أو المدد الزمنية. هؤلاء بحمقهم بدلا من أن يستغلوا هذه الساعات وهذه الأيام في التفكر والنظر فيما يقوله الرسول صلى الله عليه وسلم لعلهم يؤمنون، سيقولون استهزاء: أين العذاب الذي وعدتنا به؟ نحن نريد العذاب. لا يقولن ما يحبسه، يعني لا يقول هؤلاء استهزاء: لماذا لم يأتي العذاب؟ ما الذي يحبس عنا العذاب؟ ما الذي يمنع عنا العذاب؟ ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم. حقيقة، حقيقة وقاعدة. إيه هي هذه القاعدة؟ أو إيه هو هذه، أو ما هي هذه الحقيقة؟ إن عذاب الله سبحانه وتعالى إذا صدر الأمر بإنزاله عليهم فإنه لا يصرفه عنهم صارف ولا يمنعهم عنه مانع. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم، يعني إن صدر القرار الإلهي فلن يمنع هذا مانع، كما يقول الإمام الطحاوي عليه رحمة الله في العقيدة: لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. وحاق بهم وأحاط بهم ما كانوا به يستهزئون. الاستهزاء ليس شيئا حسيا ولكنه شيء معنوي، لكنه هنا عبر بما يشبه الأمر الحسي: وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، يعني أحاط بهم العذاب الذي هو نتيجة لاستهزائهم واستعجالهم للعذاب. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، الاستهزاء لا يحيط بالإنسان، وإنما الذي يحيط بهؤلاء الكفار العذاب الذي سيكون من كل جانب، وهذا العذاب هو سبب استهزائهم. وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون، أي أحاط بهم العذاب الذي هو سبب استهزائهم وكفرهم بالله سبحانه وتعالى. ثم تؤكد الآيات مرة أخرى، يبقى أكدت مؤكدا أول، وستؤكد الآن مؤكدا ثاني، وستؤكد مرة ثالثة بعد ذلك: ولئن أخرت عنهم العذاب، فهذه هي النتيجة: رحمة قوبلت بالكفران، إمهال للنظر والتفكر وإعادة التموضع زي ما بيقولوا، أو إعادة النظر في الموضوع، قوبلت بالاستهزاء والاستخفاف. التأكيد الثاني: ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. هذا الإنسان مراد بالإنسان هنا الإنسان الكافر والمؤمن أيضا، لكن بدرجة أقل، يعني هذا ينطبق على بعض المؤمنين أيضا، إنه الإنسان سبحان الله بيتمادى، الله سبحانه وتعالى يمد الإنسان بالنعم المختلفة، لكن الإنسان عادة ما يقابل هذه النعم بالكفران. لئن أذقنا الإنسان، يعني الكافر والمؤمن بدرجة أقل، منا رحمة. الرحمة هنا المراد بها الرخاء، السعة في الرزق، البسطة في الدنيا، الأولاد، الأموال، الجاه، الملك، يعني سائر النعم التي الصحة، سائر النعم التي يتمتع بها الإنسان، كل هذا هو ترجمة لصفة الرحمة. كل ما يصيب الإنسان من خيرات، سواء كانت خيرات مادية أو خيرات معنوية، هي من تجليات رحمة الله سبحانه وتعالى بعباده. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه. الإنسان ذاق
طعم الصحة، ذاق طعم الجاه، ذاق طعم أن يعيش في مكان جيد، ذاق طعم أن تكون عنده سيارة فارهة، ذاق طعم نعم كثيرة جدا. ما الذي يحصل لهذا الإنسان؟ هذا الإنسان بعدما كان فقير يطلب ولو القليل، الله سبحانه وتعالى ينعم عليه بهذا القليل ويزيده من هذا القليل فيكون كثيرا. الذي يحصل في العادة أن قلب الإنسان إذا لم يكن موصولا بالله يتغير، تحول من الفقر إلى الغنى أو الإحساس الكاذب بالغنى، فيظن الإنسان عندئذ أن هذه الأشياء عنده على سبيل الاستحقاق، يعني أنا أستحق أن أكون في هذا المستوى المعيشي، أنا أستحق أن أكون عندي هذه الأموال، أستحق أن أكون في هذه المكانة، أستحق أن يكون عندي هذه الصحة، ويغتر ويعيش وهم كاذب أنه يعني ينبغي أن يكون هذا موجودا، دون أن يعي أن هذا الذي عنده قد يسلب عنه في أي لحظة. فإذا سلب منه ثم نزعناها منه بعد هذا الشعور والامتلاء بالاستحقاق الكاذب، ما الذي يحصل؟ المفترض أن هذا الإنسان يعود إلى فقره واحتياجه إلى الله، فيعود إلى الله ويتوب ويعني يصحح مسيرته، ويعني لا يفعل ذلك مرة أخرى، ويعلم أنه عبد منعم عليه فيقبل على مولاه. لكن الذي يحصل أن هذا القلب منقطع عن الله سبحانه وتعالى، ثم نزعناها منه إنه ليئوس كفور. يئوس كفور، الاثنين صيغة مبالغة، يعني كثير اليأس شديد الكفر، يعني مش يائس بس، لا، ده بيرجع إلى أحط درجات اليأس، واليأس معناه عدم الرضا عن الله، عدم الإيمان بقضاء الله وقدره. ليه يا رب عملت فيا كده؟ اشمعنى أنا؟ ما الناس كلها حواليا كذا؟ إنه ليئوس كفور. وإذا كان الإنسان هيكفر بقضاء الله وقدره، إذا كان لن يرضى عن الله، إذا كان سيتهم الله سبحانه وتعالى في حكمته، فهذا يعني من تجليات، وهذا من مما يؤدي إلى الكفر والعياذ بالله. والإنسان لازم يا أخواننا يعرف إنه ما من شيء يحصل في هذه الدنيا إلا وفيه مصلحة، إلا وهو وفق الحكمة. لكن الإنسان أحيانا قد تخفى عليه هذه الحكمة، والمؤمنين حتى يعني يتصبروا إذا لم يفهموا بعض حكم الله سبحانه وتعالى، نقول لهم إن الشريعة تراعي المصلحة، لكن ما هو مفهوم المصلحة؟ ما هو مفهوم المنفعة؟ المنفعة لا يراد بها المنفعة الدنيوية فقط، لكن المنفعة ينظر فيها للدنيا مع الآخرة، اللوحة الكاملة، الصورة الكاملة، مش الصورة المجتزأة. بمعنى إن ربنا سبحانه وتعالى ممكن يصيب هذا الإنسان بمرض، ممكن يسلب من هذا الإنسان بعض أمواله أو كذا، أو أهله أو أولاده أو ثمراته أو يبتليه بأي شيء، وفي هذا مصلحة، لكن المصلحة هنا مصلحة قد تكون أخروية وقد تكون دنيوية وأخروية، لكن المحقق هو أنه في مصلحة أخروية. هذه المصلحة الأخروية تتمثل في تكفير السيئات، تتمثل في رفع الدرجات، تتمثل في التطهير والتصفية والتربية والتزكية التي ستؤول بهذا العبد إلى التوبة والرجوع إلى الله سبحانه وتعالى. فما من فعل لله سبحانه وتعالى إلا وفيه رحمة، لكن الإنسان خلق عجولا، الإنسان يئوس كفور، الإنسان يريد المصلحة التي في ذهنه هو الآن. إنه ليئوس كفور. ثم تؤكد الآيات مرة ثالثة، ولئن أذقناه نعماء، لئن أنعم الله سبحانه وتعالى على هذا الإنسان وبسط له في العيش ووسع له في الرزق بعد ذلك، بعد نائبة ونكبة. يبقى المرة الأولى الإنسان كان فقير ثم أغناه الله سبحانه وتعالى فأذاقه الرحمة، ثم شعر بالاستغناء يعني بالاستحقاق، ثم نزعها الله منه فهذا حاله يئوس كفور. ثم إذا أراد الله وأعطاه بعد ذلك مرة ثانية النعماء بعد ضراء مسته، بعد البلاء، بعد النكبة التي أصابته، لا يقولن هذا الإنسان الذي أصابه الخير
ذهب السيئات عني. يعني يظن أيضا ظنا خاطئا أن هذا البلاء لن يرجع إليه أبدا. الإنسان كان مريض ثم أصبح صحيحا، فيمتلئ شعورا بأنه هذا المرض لن يعود لي أبدا، كان فقيرا ثم اغتنى يظن أن هذا الفقر لن يعود إليه أبدا، وهكذا. فالإنسان يغتر بالنعم. يقول ليقولن ذهب السيئات عني، يعني ذهبت الشدائد والضيق إلى غير رجعة. إنه لفرح فخور. فرح فخور يعني شديد الفخر، شديد التعالي على الناس بما أعطاه الله سبحانه وتعالى من قوة أو مال أو جاه. ومفترض في الإنسان أنه يفرح بنعم الله سبحانه وتعالى على اعتبار أنها من فضل الله لا على أنها استحقاق يستحقه العبد، فالله سبحانه وتعالى قد يسلب هذه النعم في أي وقت. يستثنى من ذلك، من هذه الصفات المذمومة وهذه الأفعال غير الحميدة، الذين صبروا وعملوا الصالحات. وإذا كانوا صبروا فالصبر عمل قلبي، عمل صالح قلبي، وعمل الصالحات عمل يتعلق بالجوارح، وكلاهما لا ينتج إلا عن إيمان. فإذا الآية يضمر فيها معنى الإيمان، فكأن الآية تقول إلا الذين آمنوا، فنتج عن هذا الإيمان الصبر وعمل الصالحات. لكنه هنا ركز على تجليات الإيمان أو على نتائج الإيمان، لأن هذا هو الذي يظهر على العبد إذا أصابه خير أو إذا أصابه شر. يظهر العبد الصبر إذا أصابه الشر، ويظهر العبد عمل الصالحات إن أصابه الخير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات ليسوا كذلك، لا يصيبهم آفات اليأس والكفر بنعم الله سبحانه وتعالى، أو لا يصيبهم الاستكبار والفخر إذا أنعم الله سبحانه وتعالى عليهم، لأنهم إذا أصابتهم شدة صبروا، وإن أصابتهم نعمة شكروا الله سبحانه وتعالى. أولئك لهم مغفرة، هؤلاء الموصوفين بأنهم يصبرون ويشكرون. وإحنا قلنا قبل كده إنه العبد يتقلب مع الله سبحانه وتعالى بين الصبر والشكر، الصبر إذا كان في بلاء، الشكر إذا كان في نعمة. هؤلاء الموصوفين بهذه الصفات لهم مغفرة وأجر كبير. لهم مغفرة يستر الله سبحانه وتعالى عيوبهم وذنوبهم ويمحوها، ولهم في الآخرة أجر كبير مدخر لهم عند الله سبحانه وتعالى. الله سبحانه وتعالى يقول إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، ويقول ولئن شكرتم لأزيدنكم. فإذا لهم أجر كبير مدخر لهم عند الله سبحانه وتعالى. ثم تتوجه الآيات بعد ذلك بالخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول الله عز وجل فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز. خطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الله سبحانه وتعالى أمر نبيه بالبلاغ، يا أيها الرسول بلغ فاصدع بما تؤمر. النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما يريد مدارات بعض الكفار، بعض كبراء القوم، كما وقع في مثلا بعض الحوادث التي تذكرها كتب السيرة من جلوس النبي صلى الله عليه وسلم مع كبراء القوم رجاء أن يسلموا، لأن هؤلاء الكبراء إذا أسلموا سيسلم معهم العبيد والنساء وكل من يملكونه، فلهم تأثير. فإسلام الواحد منهم بإسلام عدد كبير من الناس. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص عليهم حرصا شديدا، يحرص عليهم لمصلحة الدين ولمصلحة أنفسهم حتى ينقذهم من عذاب الله سبحانه وتعالى. هذه من ناحية. من ناحية أخرى، النبي صلى الله عليه وسلم كان يريد أن يتقي شرهم حتى يعني على الأقل خالص يحيدهم، يعني يكون الخطاب معهم يخاطبهم مباشرة ويتلطف معهم في العبارة رجاء أن يسلموا فيحصل بإسلامهم الخير الكثير، أو
حتى يحيدهم في معركته، فلا يستخدمون الوسائل الإعلامية ضده صلى الله عليه وسلم، لأنه برضو لهم تأثير كبير على الناس، وإذا استخدموا الوسائل الإعلامية المختلفة ضد النبي صلى الله عليه وسلم فإن الدعوة لا شك ستتأثر. طيب، ما الذي يحصل؟ النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعاهم، هؤلاء الناس فكروا في الدعوة وفي الدين وفي أمور الغيب بالطريقة نفسها التي يفكرون بها في أمور الدنيا. هؤلاء الناس لا يفهمون من الدنيا إلا المنفعة، إلا المصلحة، إلا المادة، إلا المال، إلا المكسب، إلا الخسارة وهكذا. فعندما يأتيهم النبي صلى الله عليه وسلم طلبوا منه ما يدل على صدقه صلى الله عليه وسلم، فطلبوا منه أن ينزل عليه كنز، طلبوا منه شيئا ماديا محسوسا يدل على صدقه، لأن هؤلاء الناس كما قلنا محبوسون في المادة، أو جاء معه ملك، هم يريدون الآن إيه؟ أن يجعلوا أو أن يدخلوا الدعوة والدين في صندوق ضيق. هذا الصندوق الضيق هو ما يفهمونه من هذا الوجود، حيث حصروا هذا الوجود في الماديات والمحسوسات. الدين وظيفته أنه يخرج الإنسان من حيز الماديات والمحسوسات، فيبدأ الإنسان يفهم نفسه ويفهم هذا العالم ويسأل نفسه ما وظيفتي في هذا الوجود، ما علاقتي بالله سبحانه وتعالى، ويبدأ يتعرف على ذاته حتى يصل من خلال هذا إلى معرفة الله سبحانه وتعالى. وربنا خلق في الإنسان هذه الإمكانية سواء كان مسلم أو كافر، إنه يخرج عن عالم الحس، سواء ببيت شعر لطيف، التأثر بأبيات الشعر، التأثر بالنغمات الجميلة، بأصوات الطيور، بالموسيقى عند من يقول بحلها، عند كل هذه الأمور هي أمور موجودة في سائر البشر، وغرضها أو الإنسان بها يخرج من عالم الحس حتى يعتاد على الخروج من عالم الحس، فيدرك بعد ذلك القيمة العليا التي جاء بها الأنبياء عليهم السلام. هؤلاء بدلا من أن يخرجوا من هذا الصندوق الضيق يريدون وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم معهم في هذا الصندوق الضيق، يعني كأنهم هم الدعاة والرسول صلى الله عليه وسلم هو المدعو، وهذا عكس المراد. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما حاول معهم ودعاهم وتلطف معهم كان يضيق صدره صلى الله عليه وسلم بهذا، لأنه يدعوهم ليلا ونهارا كما فعل نوح عليه السلام، ويحاولهم ويتلطف معهم ويأتيهم بالأساليب المختلفة، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يضيق ذرعا بهم. القرآن جاء ليطمئن النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له ليس عليك هداهم إن عليك إلا البلاغ، العلاقة بينك وبينهم أنك منذر لهم بعذاب من ربهم، إن أراد الله لهم الهداية سيهتدون، لست عليهم وكيلا، إلى آخر هذه المعاني التي تخفف وقع التكذيب الواقع منهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم تكل الأمر إلى الله عز وجل، فالله عز وجل وحده هو القادر على أن يجعلهم مؤمنين إذا أراد سبحانه وتعالى، وإن الله إذا أراد أن يجبرهم على الإيمان أيضا لفعل، لكنه سبحانه وتعالى ترك لهم هذا، فهو سبحانه وتعالى أراد أن يكون في الكون من يكفر به. كل هذه المعاني تخفف وقع التكذيب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتخفف وقع التكذيب والإشاعات والمحاربة على الدعاء إلى الله سبحانه وتعالى في كل زمان وفي كل مكان. فيقول الله سبحانه وتعالى فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك وضائق به صدرك أن يقولوا لولا أنزل عليه كنز أو جاء معه ملك، إنما أنت نذير، إنما حصر، وظيفتك الإنذار، ليست المحاسبة وليست أن تدخل كل الناس الجنة، وإنما هذا فعل الله تعالى، وظيفتك البلاغ، إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل. معنى ذلك أن الله هو الوكيل عليهم ولست أنت، الله هو المحاسب لهم، هو المتكفل بهم ولست أنت، والله على كل شيء، والله على كل شيء وكيل. أم يقولون افتراه؟ هؤلاء الكفار من يعني تجليات كفرهم
ومن نتائج عيشهم في هذا الصندوق الضيق الحسي الذي لا يريدون الخروج منه، يقولون إن هذا الرسول، إن محمدا صلى الله عليه وسلم اختلق القرآن، هو الذي ألف هذه الآيات، لأنهم كما قلنا ماذا غاية فهمهم هذا العالم الضيق الذي يعيشون فيه. فهم يعتبرون أنه إذا أتى إنسان بكلام جميل مؤثر يحتوي على معان عالية يقولون إنه شاعر، لأن هذا هو غاية علمهم، أو يقولون إن الجن يوحي إليه وهذا هو غاية علمهم، ولم يرد على ذهنهم أبدا أن يكون هناك إله متعالي يبعث رسولا من الرسل يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. فهم أيضا يحاكمون ما أتى به الرسول صلى الله عليه وسلم إلى ما اعتادوه. وإحنا قلنا إنه أسوأ ما يحصل للإنسان إنه دائما يحاكم الأمور إلى اعتياده، يعني الحاجة اللي أنا مش متعود عليها أنكرها. فهؤلاء يتهمون رسول الله صلى الله عليه وسلم بأنه اختلق القرآن. النبي صلى الله عليه وسلم يخاطبهم ويخاطب فيهم العقول السليمة أو الفطر السليمة التي وضعها الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، فيقولهم إن كنت اخترقت ذلك وكان في قدرتي أن أخترق ذلك فأتوا بصور مثل هذا الكلام المختلق في الفصاحة وفي البلاغة وفي هذا البيان العالي، فعندها يصدق علي أنني اخترقت هذا. فإذا لم تستطيعوا أن تأتوا بذلك، إذن هذا الكلام من قوة ومن إله هو الذي أوحى إلي هذا الكلام الذي لا يستطيع بشر أن يأتي به. والنبي صلى الله عليه وسلم هو يتحدثهم ويخاطبهم بذلك، هو كان يعلم أنهم فصحاء بلغاء ويدركون الكلام العالي ويدركون مرامي الكلام وما ينطوي عليه من معاني. فالنبي تحداهم بأمر هم يستطيعون الإتيان بشبيهه، أو أمر هم يدركون يعني يدركون أبعاده وليس أمرا أجنبيا عنهم تماما أو أمر غريب عليهم تماما. بأم يقولون افترى، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات. المفتريات هنا من باب المشاكلة، المشاكلة اللفظية فقط، فلأن الصور القرآن مش مفتريات، ولكن هو استخدم نفس اللفظ اللي هم استخدموه ويريد به شيئا آخر، يعني مفتريات كما تدعون. أم يقولون افتراه، طب إذا كان هذا كذب هاتوا كذب مثله. هو طبعا ليس كذبا، لكن هو ماذا؟ هو يريد أن يرد عليهم ردا بليغا باستخدام نفس اللفظ الذي استخدموه. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. يعني كمان هديكم خيار أوبشن غير موجود عندي، وهو أنني أتيت بهذا القرآن وحدي، أنتم اجتمعوا، يعني أنتم كده عدوا عملوا جلسة عصف ذهني مع بعض وأتوا بمثل هذا القرآن إن استطعتم. يعني تحدي بالغ، تحدي بالغ من النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأن النبي صلى الله عليه وسلم الآن بيدوس على رأبيهم بهذا التحدي. لا ومش كده بس، هتيجي بعد ذلك آيات، فأتوا بسورة، يعني بعد ما عجزوا عن العشرة فأتوا بسورة، وبعدين يتحداهم أكثر وأكثر، فيقول قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. لذلك أهل العلم بيقولوا إن الكفار لو استطاعوا أن يعارضوا القرآن أو أن يأتوا بمثل القرآن لكان أسهل عليهم من خوض الحروب وفقد الأموال وفقد الأنصار وإلقاء النفس إلى في معامع التهلكة. فأسهل إن واحد يقعد كده في يوم عصاري كده جميل ويقعد يألف قرآن زي ما كده يبتطل الدعوة. يعني الرسول إداهم طرف الخيط الذي به تطل الدعوة، لكنهم لما عجزوا عن ذلك لجأوا إلى ماذا؟ إلى الحروب، إلى صرف الأموال، إلى المحاربة بالنفس وكذا وكذا. وهذه لا شك تدل على العجز عن المعارضة أو عن معارضة القرآن، لأن الإنسان لا يلجأ إلى هذا، إلى الحروب وإلى صرف الأموال على الحروب وإلى محاربة النبي صلى الله عليه وسلم وتعذيب أتباع النبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا ماذا؟ إلا إذا كان عاجزا عن معارضة القرآن. فلو كانت معارضة القرآن سهلة للجأوا إليها. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله. تحدي كبير جدا،
ليعينوكم على صناعة 10 سور مثله، يعني تفترونها على الله سبحانه وتعالى إن كنتم صادقين في قولكم أن القرآن ليس من كلام الله. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. النبي صلى الله عليه وسلم عليه أن يقول لهم أيضا إن عجزتم ولم تستجيبوا لما يدعوكم إليه النبي صلى الله عليه وسلم من هذا التحدي، فإذا النتيجة المنطقية هي ماذا؟ هي أنه من عند الله. يعني الآن أنتم تقولون إنه مفترى، أنا أرد عليكم وأقول إذا كان مفترى فأتوا بمثله وادعوا من استطعتم من دون الله. طيب إن عجزتم فإذا ستكون النتيجة الحتمية أنه من عند الله كما أدعي. لاحظوا هنا أن القرآن بيحاول ينظم لهم أفكارهم، لأنه غالبا الإنسان الواقع في الكفر أفكاره تبقى مشوشة، ما بيقدرش يعمل مقدمات ويستنتج بعدها نتيجة. لذلك أنا بقول أنه الدين من وظائفه ومن خصائصه ومن مميزاته أنه بيساعد الإنسان يكون تفكيره منظم مرتب، بيخرجه من ظلمات الشهوات وظلمات الكفر وظلمات الحياة التي تشوش عليه تفكيره السليم. لذلك ليس عبثا أن القرآن يمتلئ بالدعوة إلى التفكير وإلى النظر ويمدح أولي الألباب والذين يعقلون والذين يفقهون لهذا السبب. فإن لم يستجيبوا لكم فالنتيجة هي فاعلموا أنما أنزل بعلم الله. يبقى كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم يا جماعة هذا هو التحدي، تقولون أنه ليس من عند الله، أنا أقول لكم إن أتيتم بمثله فنعم هو ليس من عند الله، إن لم تأتوا بمثله فإذن هو من عند الله. يبقى النبي كده إيه؟ ألزمهم صلى الله عليه وسلم. فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. الإله أي إله؟ لأنه برضو ممكن يسوء الهبل على العبط، يعني أي إله؟ أي إله؟ الآلهة كتير. لما أنزل بعلم الله، الإله الذي يتحدث عنه رسول الله، ليس أي إله، الإله الحق الواحد الذي يدعي رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه هو الذي جاءه بهذا القرآن. فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو، وأن لا إله إلا هو فأسلموا وأخلصوا العبادة لله فهل أنتم مسلمون. يعني هو الآن يقول لهم أسلموا إن ثبت ذلك. النتيجة هي أن تقروا بأن هذا كلام الله، يطلب منكم بعد ذلك أن تؤمنوا بالإله الذي يخبركم به محمد صلى الله عليه وسلم، يطلب منكم مع ذلك أن تكونوا من المستسلمين الخاضعين لهذا الإله الحق الذي أنزل عليكم القرآن فهل أنتم مسلمون. ثم بعد ذلك كأن الآيات بتدخل في قلوب هؤلاء الكفار، تدخل في قلوبهم، لأن بعضهم حتى إن ثبت أمامه ذلك أن هذا القرآن كلام الله تقول له خذ بالك، خذ بالك ستتعارض بعض مصالحك مع هذا الإيمان، ستجد نفسك ممنوعا عن شهواتك بسبب إيمانك بهذا القرآن. القرآن عارف إيه الخطوة التالية هتبقى إيه، لأنه الذي أنزله هو الله، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فتقول له خذ بالك إن تعارض إيمانك مع طلبك للدنيا ففضل الآخرة على الدنيا، من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها. إذا لا يحصل ممكن الواحد يبقى عارف أن هذا هو الحق، لكن شهواتي غالبة علي، أموالي، جاهي، سلطاني. فإذا يا أخوانا لازم حضراتكم تعرفوا أنه ليس كل كافر هو لم يصله الحق، ده وهم. في ناس كافر انه ببساطة عايز يكفر. يعني انتوا حضراتكم انه ربنا نجاكم من هذا، انتم لا تدركون هذا. لا تظنوا في كل الناس انهم مثلكم. في ناس يا جماعة الحق قدامه والحرام قدامه، والبطل يقول لك باطل وانا هعمله، حرام وانا هعمله كده. في قلوب ربنا خلقها كده. فلذلك الآيات بتستبق قبل أن يحصل هذا الذي سيحصل لا محالة، حصل معنا كلنا،
كل واحد فينا لا شك انه لما بياخد خطوه تجاه ربنا سبحانه وتعالى لا شك انه بيترك حاجات لله، بيترك حاجات نفسه يعملها، بيترك حاجات الناس اللي حواليه بيدعوه يعملها، بيترك مكانه معينه عند الناس كذا كذا كذا، فبيترك لله حاجات. فربنا هنا على طول بيستبق ويقول لك خد بالك ما تتركه هو دنيا سيعوضك الله سبحانه وتعالى عنه في الاخره ما هو افضل. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها إن اخترت هذا نوفي إليهم أعمالهم فيها، ستأخذ حظك وستنال شهواتك وتنغمس في الشهوات ويبقى عندك ملايين الملايين ويبقى عندك أتباع الأتباع، لا بأس هتأخذ كل اللي أنت عايزه، مش ده اللي أنت عايزه؟ خذ هتاخده. نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، كمان وهم فيها لا يبخسون، يعني الله سبحانه وتعالى لن ينقصهم منها شيئا بحسب ما يقدمون من الأسباب. يعني الله سبحانه وتعالى بنى هذه الدنيا على الأسباب، هتجتهد هتاخد، والأسباب ليس لها علاقة بمسلم وكافر، اللي بياخد بالأسباب الأسباب شغالة معاه، ربنا أمر الأسباب إن هي تشتغل سواء بغض النظر عن صفة من يأخذ بهذه الأسباب. فالكافر هياخد بالأسباب، الأسباب هتوصله إلى المسببات بإذن الله، المسلم هياخد بالأسباب هتوصله. فربنا سبحانه وتعالى حين بنى هذه الدنيا بناها على هذا النظام، فأيها الكافر تجتهد في الدنيا تعمل في الدنيا الأسباب هتشتغل معك وهتاخد فيها حقك غير منقوص، لأن يعني الأسباب لا تفرق بين مسلمين وكافر. لذلك حضراتكم هتلاقوا الكافر اللي بيجتهد في الدنيا وبيعمل شركات بيكسب بيتفتح عليه والدنيا شغالة معاه زي الفل، وهم فيها لا يبخسون. طيب لكن خد بالك انه هذا اذا حصل لك واخذت حظك في الدنيا فانه ليس لك نصيب في الاخر. اولئك الذين ليس لهم، الذين يختارون بقى الدنيا على الاخره، اولئك الذين ليس لهم في الاخره الا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. هؤلاء الذين فضلوا الدنيا على الاخره، واولئك أولئك إشارة البعيد غير هذا إشارة القريب، أولئك يعني البعيدون عن رحمة الله، أولئك يعني إشارة البعيد، البعيد عن ماذا؟ عن رحمة الله تعالى. الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار، أي إلا عذاب النار فجزاء كفرهم. أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، ذهب عنهم نفع ما صنعوا في الدنيا. هم يظنونهم في الدنيا استكثروا من الأموال، استكثروا من الذهب والفضة والأتباع والجاه والجنود ويظنون أن هذا يمنعهم من عذاب الله أو ربما ينفعهم، كل هذا يصير يوم القيامة هباء. فلا يبقى الإنسان إلا أعمال البر والخير وما قدم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وحبط ذهب النفع وحبط ما صنعوا فيها في الدنيا، ما عملوا في الدنيا، فلا ينالون مما صنعوا في الدنيا إلا ما كان ثوابا ابتغاء وجه الله تعالى، وباطل ما كانوا يعملون، يعني وبطل ما كانوا يعملون في الدنيا من كيد لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى القرآن هنا في غاية الوضوح في بيان الطريق حتى يصدق قول الله سبحانه وتعالى وهديناه النجدين، فالطريقة هو واضح، بعرفك البداية والنهاية. القرآن كلام الله، سيقع في قلبك أنه كلام الله، حضرتك إما تختار هذا الطريق أو هذا الطريق، هذا الطريق نهايته كذا، هذا الطريق نهايته كذا. وباطل ما كانوا يعملون، ثم تعقد الصورة مقارنة بين هذا الذي اختار الدنيا وهذا الذي استقر في قلبه الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فتقول أفمن كان على بينة من ربه، هذا الشخص الذي استقر وثبت وآمن بالحجج والبراهين التي أتى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده برهان نور في قلبه من ربه سبحانه وتعالى على صدق رسول الله وعلى صدق ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم،
ويتلوه شاهد منه. الله سبحانه وتعالى خلق في قلبه شواهد تساعده على الإيمان. يبقى هذا الشخص على بينة من ربه، جاءته حجج وبراهين واضحة جلية، يشهد لهذه الحجج والبراهين فطرة سليمة وعقل سليم وضعه الله سبحانه وتعالى في كل إنسان، أو هذا الإنسان جاءته بينات من ربه وهي الفطرة السليمة والعقل الصحيح الذي به يستطيع أن يعرف الحق من الباطل، ثم جاءه شاهد من الله وهو القرآن العظيم يؤكد على ما ثبت واستقر في فطرته السليمة. يبقى ربنا سبحانه وتعالى هنا كأنه يريد أن يأخذ بيد عباده لا بطريق واحد، وإنما بطرق متعددة حتى تؤكد على الإنسان، حتى لا تعمل الوسوسة في قلب الإنسان. لأن الإنسان ممكن يأخذ خطوة وبعدين وسوسة الشيطان تجي له فيرجع نفس الخطوتين. فالله سبحانه وتعالى من رحمته بعباده إذا أخذ الإنسان خطوة يؤكد عليه بحجة أخرى وبطريقة جديدة حتى لا يتراجع هذا الإنسان بعدما أخذ خطوة إلى الأمام. يبقى أفمن كان على بينة من ربه، البينة من الله سبحانه وتعالى هي ما فطر الله عز وجل العقول والنفوس عليه من البحث عن الله سبحانه وتعالى، من البحث عن الخالق، من السؤال من أوجدني، ما وظيفتي في هذه الحياة. ويتلوه شاهد منه، ومع هذا السؤال المؤرق الذي هو في فطرة كل إنسان، الله سبحانه وتعالى بعث له شاهدا يمتلئ بحجج وبراهين، وهو في نفسه حجة وبرهان، لأنه بأسلوب يعلو على أسلوب البشر. فالقرآن فيه حجج من ناحيتين، الناحية الأولى إنه مؤكد على ما ثبت في العقول، الناحية الثانية إنه في شكله الخارجي، في ألفاظه، في أسلوبه، يدل بنفسه على أنه من عند الله سبحانه وتعالى. ويتلوه شاهد منه، ويتبع هذه الحجج التي فطر الله سبحانه وتعالى الناس عليها شاهد آخر يؤكد. ويتلوه شاهد منهم، وهو القرآن الذي يبلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم النازل من عند الله تعالى. ويتلوه شاهد منهم، ومن قبله كتاب موسى، من الحجج أيضا الدالة على صدق القرآن أنه جاء مؤكدا على ما جاء به الأنبياء جميعا. وفي هذا إفادة للمؤمنين بموسى عليه السلام حتى يأخذ بأيديهم إلى الإيمان برسول الله، وفي هذا إفادة لمن لا يؤمن بالأنبياء جميعا حتى يعيد الإنسان النظر. يعني إذا كان موسى يقول نفس الشيء، عيسى يقول نفس الشيء، نوح يقول نفس الشيء، محمد، إذن هناك أصل لهذا كله. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة، كان كتاب موسى في عصره كتابا يتضمن على الحقائق الإيمانية الكبرى، النعمة العظمى الذي يحمي الإنسان من التخبط في من الضلالات والمتاهات، ويخرج الإنسان من الظلمات إلى النور. فهو كتاب إمام، يعني دال مرشد هاد إمام، وفيه وفي اتباعه الرحمة، ويدل على الرحمة، واتباعه يؤدي إلى الرحمة. كتاب موسى إماما ورحمة أولئك يؤمنون به، لا يستويان. عايز أقول لك إيه؟ لا يستويان. من تبع شاهد الله وتابع وصوت الله ونور الله في نفسه وهو العقل والفطرة السليمة، ثم مع ذلك تأكد لديه الإيمان بالقرآن محتوى وأسلوب وما تضمنه من حقائق، هذا لا يستوي أبدا مع من فضل الدنيا على الآخرة، وإن أخذ الأول حظه من الدنيا كاملا غير منقوص. أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب لا يستويان. هؤلاء أولئك، خد بالك بقى هنا في الأول الأولئك إشارة إلى البعد عن رحمة الله، هنا السياق هو اللي بيحدد معنى البعيد. لما يقول لك أولئك في الحديث عن المؤمنين، يعني أولئك رفيع المنزلة. إذن أولئك لما تشير إلى البعيد، يبقى السياق هو الذي يحدد معنى البعد هنا. هل بعد عن ماذا، أو بعد في ماذا؟ يبقى أولئك يعني الأولانية البعيدون عن رحمة الله، أولئك هنا يعني
الذين رفع الله منزلتهم، فهم بعيدون في ماذا؟ في المنزلة، فمنزلتهم رفيعة وعالية. أولئك هؤلاء الذين رفع الله منزلتهم على بينة من ربهم، يعني لم يؤمنوا، لم يؤمنوا هؤلاء، أولئك يؤمنون به، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، فلا تك في مرية منه. أيها المؤمنون، لا تكونوا في شك من أن القرآن من عند الله سبحانه وتعالى، وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن ربه حقا وصدقا. ولكن أكثر الناس لا يؤمنون، لا يصدقون بهذا اتباعا لأهوائهم وشهواتهم، وانسياقا وراء شياطين الإنس أو شياطين الجن. ثم تتحدث الآيات عن بعض الناس الذين ربما يفترون على الله الكذبة، فتتناول الآيات أمرين أو جهتين. الجهة الأولى إنه لا يجوز لإنسان أن يفتري على الله كذبة، يعني قد يظهر بعض الناس من أهل الكفر، من الكفار، ويقولون أيضا كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم كوسيلة من وسائل التضليل: نحن أتينا بهذا الكلام وهو أيضا من عند الله، فما يقوله محمد من عند الله ليس بأفضل مما نقوله نحن وهو أيضا من عند الله، حتى تحصل حالة التشويش على الناس. ودي وسيلة معروفة، إن لما يظهر حق أهل الباطل يعملوا إيه؟ لك هنعمل حاجة شبهه حتى يشتبه الأمر على الناس. فالآية تحذر هؤلاء. ثم في الوقت نفسه تطمئن أهل الإيمان، يبقى الخطاب هنا متوجه للطائفتين، تطمئن أهل الإيمان إنه لا يستطيع رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يختلق شيئا من عنده، لأن من يفعل ذلك فهو من أظلم الظالمين لأنفسهم، ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، يعني لا يوجد أشد ظلما من الذي يختلق على الله الكذب ويكذب على الله سبحانه وتعالى. والكذب على الله إما أن يكون بالدعاء أن الله أنزل عليه شيء، أو ينسب لله سبحانه وتعالى ما لا يليق، فيقول الله فرض كذا والله شرع كذا دون أن يكون عنده برهان من الله على ذلك، أو ينسب لله ما لا يليق في ذاته وصفاته فيدعي لله سبحانه وتعالى الشريك أو الصاحبة أو الولد. ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا، أولئك البعداء المنحطون إلى أسفل سافلين، أولئك يعرضون على ربهم يوم القيامة ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم، يعني يشهد عليهم الناس جميعا يوم القيامة أنهم كذبوا على الله سبحانه وتعالى، لأن يوم القيامة هو اليوم الذي تظهر فيه الحقائق، وإذا ظهرت الحقيقة انمحى الباطل تلقائيا، وقل جاء الحق وزهق الباطل، الحق جاء، الأبيض جاء، الأسود يختفي مباشرة لأنهما لا يجتمعان. أولئك الذين كذبوا على ربهم ألا لعنة الله على الظالمين. هؤلاء الذين كذبوا على ربهم في الدنيا، فهؤلاء الظالمون في أخس الدرجات، ملعونين مطرودين من رحمة الله سبحانه وتعالى، يستحقون عذاب الله سبحانه وتعالى الذي حدده أو الذي حكم به في حق الظالمين. ألا لعنة الله على الظالمين الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. هؤلاء من ظلمهم لأنفسهم أنهم كانوا يصدون عن سبيل الله، يصرفون الناس عن الإيمان برسول الله، أو يصرفون الناس عن اتباع ملة الإسلام. أولئك الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا. تخيلوا الواحد يبغي الدنيا عوجا، يعني بدل ما الواحد يبغي الأمور تسير مستقيمة، لا، هو يحب الاعوجاج، أشرب قلبه حب العوج. هل يمكن الإنسان أن قلبه يبقى حابب العوج؟ نعم، هذا في الكافر في غاية الوضوح. وفي المؤمنين قد يوجد أن الإنسان تقول له الطريق كده، يقعد يلف ويدور،
في لوعة كده. فإذا الإنسان لازم يأخذ نفسه بشدة على طريق الاستقامة، لأن القلب النفس عايزة تدور بالإنسان حتى لا يصل إلى المراد. فإذا الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة هم كافرون. يبقى كأنه الآية لما ختمت بهذه الخاتمة وضحت السبب لماذا يصدون عن سبيل الله، لماذا يحبون الطرق المعوجة، لأن قلوبهم غير ممتلئة بالله سبحانه وتعالى. فإذا امتلأ القلب بالله إيمانا وعملا للصالحات، إيمانا وتصديقا، لم يحب الإنسان، نفر الإنسان تلقائيا، لأنهما لا يجتمعان أيضا، نفر الإنسان تلقائيا من الطرق المعوجة ومن الصد عن سبيل الله، فصار من الدعاة إلى الله أو من المعاونين لدعاة الله سبحانه وتعالى. وهم بالآخرة هم كافرون. وفي هذا دلالة على ما قلناه لحضراتكم كثيرا من الارتباط بين الاعتقاد والعمل. الاعتقاد والعمل أمران مترابطان غاية الترابط. إذا صح الاعتقاد صح العمل، الذين آمنوا وعاملوا الصالحات. فكل خلل في السلوك يعرفه مباشرة أنه بسبب خلل في القلب، سواء في الاعتقاد أو في التزكية. أولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم. نبدأ من هذه إن شاء الله في المرة القادمة، والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم، والعصر، إن الإنسان لفي خسر، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.